مشاركة مواطنة منزل من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوكس عبر اتفاقية تعاون مفوض بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حامل مشروع جمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي بمدينة العرائش بشراكة مع كل من جامعات العرائش، الكلية المتعددة التخصصات والمكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي. دونك الهدف من المشروع هو خلق حركية ودينامية في السياسات العمومية المحلية المرتبطة بالتدبير والتعاطي مع الإكراهات البيئية للمدينة عبر رفع من كفاءة وقدرة الشباب في هذا المجال، وحثهم على الانخراط في معركة المحافظة على البيئة بالتماس آلية الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وبعد تنظيم الأنشطة التي تؤتي دورة ما اصطلح عليه تسميته بمشروع إيكو شباب، يأتي لقاؤنا اليوم لتقديم ملخص للنتائج التي تم تحقيقها والتي على أساسها تمت برمجة المشروع. فكما هو معلوم دورة مشروع إيكو شباب مقسمة إلى ثلاث تدخلات كبرى كتفرع من كل وحدة منها مجموعة من التدخلات الصغيرة. دونك التدخلات الثلاث الكبرى كنلخصوها كما يلي: مرحلة تكوين وتأهيل العنصر البشري، مرحلة تنزيل مشاريع وأنشطة نموذجية في مجال المحافظة على البيئة، مرحلة إنتاج وثائق ذات تأثير في السياسات العمومية المحلية المرتبطة بتدبير الشأن البيئي. بالنسبة للمرحلة الأولى ضمنت الأنشطة الفرعية التالية. دونك أول نشاط كان دورات تكوينية، أربع دورات تكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة والآليات القانونية للتدخل في البيئة في المغرب، ثم المؤهلات والإكراهات التي تعاني منها البيئة بمدينة العرائش. هذه الدورات عرفت مشاركة مكثفة من قبل الشباب المستفيد ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المجالات التي تطرقت لها. وصل مجموع عدد المستفيدين إلى 272 مستفيد، ومن خلال الاستمارات التقييمية تبين أن المستفيدين فعلا تطورت المهارات ديالهم في مجالات ذات الارتباط بالديمقراطية التشاركية ببلادنا ومشاركة المواطنة، وأيضا على مستوى الإلمام بالوضع البيئي للمدينة التي يعيشوا فيها. النشاط الفرعي الثاني من المرحلة الأولى دونك يتعلق بتنظيم ورشات تشاركية. دونك كانت هناك ثلاث ورشات تشاركية حول المواضيع التالية: البيئة، الورشة التشاركية الأولى حول البيئة ببرنامج عمل جماعة العرائش، الورشة التشاركية الثانية البيئة وبرامج التنمية المجالية، الورشة التشاركية الثالثة البيئة ومبادرات المجتمع المدني. دونك كانت عرفات مشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات المنتخبة في مدينة العرائش والمصالح الخارجية، وأيضا الرئاسات عمادة الكلية مشكورين طبعا، وممثلين عن هيئة المجتمع المدني. الورشات اللي استمر النقاش فيها ساعات متأخرة من الليل، وطبعا خرجت بمجموعة جد مهمة من التوصيات التي تم رفعها لعدد من الجهات المسؤولة سواء على المستوى الإقليمي الجهوي أو الوطني، تهم مقترحات تتعلق بالمساهمة في معالجة الإشكال البيئي بمدينة العرائش. هذه الورشات استفاد منها ما مجموعه 182 مستفيد وعرفت مشاركات 20 متدخل. دونك النشاط الفرعي الثالث من المرحلة الأولى يتعلق الأمر بلقاء تبادل التجارب المثلى في مجال المحافظة على البيئة والتراثع حول قضايا متعلقة بها، حيث تم استضافة العديد من التجارب المحلية والجهوية والوطنية اللي بسطت مشكورة أمام المستفيدين تجاربها في هذا المجال، وكانت مناسبة لفريق قيادة المشروع لكي يطور التدخلات الميدانية النموذجية التي ستأتي بعد مرحلة تكوين وتأهيل العنصر البشري، وقد تم استعراض ما يقارب 10 تجارب متميزة في هذا السياق. بالنسبة للمرحلة الثانية المرتبطة بتنزيل وتنفيذ مبادرة نموذجية التي تهدف إلى التحسيس الميداني للساكنة بأهمية الانخراط في تحدي المحافظة على البيئة وتربية جيل جديد مشبع بقيم العيش في بيئة سليمة، فقد تم تنزيل نشاطين جد هامين، ويتعلق الأمر بكل من تهيئة حي بيئي نموذجي بالمدينة العتيقة،
العملية اللي تم الاعتماد فيها على مقاربة تشاركية جد متقدمة، هدف الانفتاح الكلي على الساكنة المستفيدة من هذه العملية، وأيضا تم طرح مسألة اختيار الحي النموذجي لعملية التصويت الإلكتروني، وكانت النتيجة حصول فضاء سيدي عبد الكريم المنوار بحي القصبة على نسبة جد مهمة ومتقدمة من الأصوات في معبر عنها. عملية تدخل أو تنزيل مكونات الحي البيئي النموذجي تضمنت مجموعة من الأشغال، منها تهيئة الإنارة العمومية، صباغة واجهات البنايات، تشجير وأسغ البستانة، توفير صنابل اقتصادية، تزويد أسر الحي المستفيد بحاويات النفاية المنزلية للفرز، تهيئة مدخل الحي بباب ذو تصميم تراثي وبمواد صديقة للبيئة، إعداد مكتبة الحي البيئية بالفضاء المستهدف، تهيئة لافتة زليجية تتضمن نص ميثاق الحي البيئي تعرض بشكل دائم في مكان بارز بالحي المستفيد، حاويات النفاية المنزلية للفرز بفضاء الحي المستهدف، اجتماعات ولقاءات ميدانية تواصلية مع الساكنة المستفيدة، توقيع ميثاق المحافظة على الحي البيئي بين سكان الحي وجمعية القصبة. كما كان هناك تنظيم ورش تدوير النفايات الصلبة ذات المنشأ الصناعي لفائدة أطفال الحي المستهدف. دونك الهدف من هذا النشاط كان هو اعتماد تدخلات ميدانية ملموسة لتوعية والتحسيس الساكنة بضرورات المحافظة على البيئة وأهمية العيش في وسط سليم، وقد استطعنا تحقيق نسبة جد متقدمة من تنزيل الأشغال التي برمجت وأجريت العديد من التعديلات عليها بعد فتح باب التشاور المباشر مع الساكنة المستفيدة بالحي المستهدف، وحاولنا ننفذوا المقترحات اللي شفناها كتلائم مع الحي ديالهم. وتوجت هذه العملية بتوقيع ميثاق تعاون للمحافظة على الحي البيئي بين الساكنة وجمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة. النشاط الثاني خلال المرحلة الثانية من دورة المشروع يتعلق الأمر بتنظيم سلسلة من الأنشطة والأوراش البيئية التحسيسية وإنتاج العديد من الوثائق التوعوية جمعت في مصطلحنا عليه بالمشروع باليوم مواطن البيئة أو جورني سيتويان دو لانفيرونمون، وقد برمجت ونفذت الأنشطة والأوراش التالية. كان هناك تقديم وتوقيع كتاب المجتمع المدني والسياسات العمومية الإمكانات والفرص للباحث المختص الدكتور مصعب تيجاني، تنظيم المعرض التوثيقي للبيئة بمدينة العرائش الذي سيزور عدد جد مهم من المؤسسات التعليمية بالمدينة، تقديم العارضة البيئية لمدينة العرائش بشكل رسمي لرئاسة المجلس البلدي، إعداد عرض فني لمسرح الطفل حول موضوع أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة بتعاون مع مدرسة معاد بن جبل، تنظيم أوراش بيئية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة العرائش. تنظيم ورش بيئي تحسيسي بأهمية المحافظة على بيئة الفضاءات التاريخية بالمدينة العتيقة بتعاون مع الساكنة، إعداد وعرض ميثاق المحافظة على الحي البيئي النموذجي مع الساكنة المستفيدة، ورشة إعادة وتوزيع منشورات تحسيسية بأهمية المحافظة على البيئة بمدينة العرائش، تثمين وتشجيع المبادرات الفردية البسيطة وذات الأثر في مجال المحافظة على البيئة بمدينة العرائش. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المشروع خصصت تدخلات ديالها لإنتاج وثائق علمية قانونية خاصة بالتأثير في السياسات العمومية المحلية المرتبطة بتدبير القطاع البيئي بمدينة العرائش، وقد تمت برمجة العديد من الأنشطة من أهمها إعداد مخطط استراتيجي توجيهي للمحافظة على البيئة وتنشيط استغلال الموارد الطاقية بمدينة العرائش تحت إشراف مكتب دراسات السوجو بمدينة الناظور اللي هو الآن في طور التصفيف وإخراج للطبع في كتاب باللغتين العربية والفرنسية، ووضع رهن الإشارة المنتخبة والمصالح الخارجية المدينة وهيئة المجتمع المدني. الوثيقة جاءت نتاج مجموعة من اللقاءات والورشات التشاركية وحلقات العصف الديني مع كل متدخلين في القطاع البيئي بالمدينة وخارجها، وضمت مجموعة من التصورات ومقترحات مشاريع وتدخلات ميدانية واقعية للمحافظة على المؤهلات البيئية لمدينة العرائش واستثمارها في الدفع بعجلة تنمية مستدامة. النشاط الثاني إعداد وتقديم العريضة البيئية لمدينة العرائش والتي تمت عبر سلسلة من الورشات التشاركية استفاد منها فريق إيكو شباب
تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصعب تيجاني مختص في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة. وتعتبر هذه الوثيقة أول وثيقة من نوعها تقدم لجماعة العرائش، وهدفت بالأساس إلى دفع جماعة العرائش إلى أهمية وإعطاء الأولوية للقطاع البيئي ببرنامج عمل الجماعة المقبل، وإحداث الهيئة الاستشارية للتدبير المستدام للقطاع البيئي بجماعة العرائش. وقد تم تقديم العريضة بشكل رسمي لرئاسة المجلس مع مراعاة كل الضوابط القانونية التي تؤثر العملية وبشكل جد دقيق. ولضمان الاستمرارية للمكتسبات المحققة من خلال تدخلات مشروع إيكو شباب وتتويجا لعمل فريق الشباب، فقد تم إعداد مجموعة من المواثيق الموضوعاتية للمحافظة على المؤهلات البيئية لمدينة العرائش، وهي على التوالي: ميثاق موضوعاتي للتعاون قصد المحافظة على البيئة البحرية لمدينة العرائش، ميثاق موضوعاتي للتعاون قصد المحافظة على البيئة الغابوية، ميثاق للتعاون قصد المحافظة على بيئة المنطقة الرطبة لسفينات مصب نهر بلوكوس بالعرائش، وميثاق للتعاون قصد المحافظة على البيئة الحضرية بمدينة العرائش، ميثاق موضوعاتي للتعاون قصد المحافظة على بيئة المعالم التاريخية والفضاءات ذات القيمة التراثية والإنسانية بمدينة العرائش، وميثاق للتعاون قصد نشر ثقافة اعتماد النجاعة الطاقية بفضاء المؤسسات التعليمية بمدينة العرائش. هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش قصد إعداد ميثاق المحافظة على البيئة بفضاء الكلية باعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الطالب. كان هذا ملخص لما تم إنجازه في إطار مشروع إيكو شباب. وطبعا كتبقى أهم نتيجة خرجنا بها هي تكوين فريق شاب لغيستمر في العمل على ترسيخ ثقافة المحافظة المستدامة على البيئة بمدينة العرائش عبر برامج سنوية مطبوعة بطبع نفس طويل واشتغال مرحلي. وشكرا.